السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب 261، الله يعطيكم العافية. اليوم راح نتحدث عن مركز جديد للمثلث ألا وهو سنترويد. موضوعنا راح يكون عن الميديانز. A median of a triangle is a line passing through a vertex and the midpoint of the opposite sides. إذا لنفترض أنه عندنا مثلث بهذا الشكل، تعاملنا مع الرأس العلوي ومنتصف القطعة المقابلة، وصلنا بيناتهم، هذا ما نسميه ميديان. الهدف الرئيسي في هذا الفيديو إن نثبت إنه الميديانز، في عندي 3 ميديانز لأي مثلث، إنه بيلتقوا في نقطة واحدة، وهذه النقطة اسمها سنترويد. لما؟ لما 1 وبعنوانها The Midline Theorem، تدعى النظرية هي The Midline Theorem. Let أو given a triangle ABC and P and Q are respective midpoints of sides AB and BC respectively. أو محاركة من respective، فلذلك عندي ABC مثلث، P منتصف AB، Q منتصف أو midpoint لل AC. فبنستنتج أول إنه PQ يوازي BC، قطعة المستقيم PQ توازي القطعة المستقيمة BC، وأيضا طول PQ نص BC. فهذه النظرية اسمها the midline theorem. في عندي مثلث ABC، وصلنا بين ميد بوينت لاي بي مع الميد بوينت لاي سي، سميت نتجت قطعه بي كيو، فالبي كيو راح توازي بي سي وطولها نص طول بي سي. البرهان، وايضا بشكل رئيسي راح نستفيد من خصائص متوازي الاضلاع اللي مرت معنا خلال الفيديو السابق. بدايه first extend بي كيو to تي so that بي كيو تساوي كيو تي. إذا ما عندي Q، إذا بنعمل extension ل PQ بحيث إنه نصل لعند نقطة T وتكون المسافة بين PQ نفس المسافة بين QT. لاحظ الآن صار عندنا شكل رباعي فيه AQ تساوي QC لأنه Q هي midpoint، أيضا PQ تساوي QT بناء على الكونستركشن، فصار عندي هذا الشكل الرباعي الدياجونال بنصف كل منهما الآخر. معلوماتنا في الفيديو السابق تحكي إذا في عندي شكل رباعي بكل دياجونال بنصف كل منهما الآخر، فهذا الشكل الرباعي هو باراليلوغرام متوازي الأضلاع. هذا يعني إنه CT يوازي AP وCT بالطول توازي أي يساوي طول AP، لكن AP توازي BP لأن استقامة واحدة، وأيضا AP تساوي BP. إذا صار عندي TC يوازي بي بي وتي سي طوله نفس طول القطعة المستقيمة بي بي. نرجع للمحاضرة الماضية والفيديو السابق، نتذكر الفيديو السابق اللي كان فيه some facts عن of a parallelogram and orthocenters. حكينا إذا في عندي شكل رباعي وفيه ضلعين متقابلين متوازيين ومتساويين، فهذا الشكل الرباعي راح يكون عندي متوازي الأضلاع. فالآن عندي TC يساوي PB وTC يوازي PB، إذن الشكل الرباعي PBCT هو is a parallelogram. أنا هون سميه TCBP. TCBP is a parallelogram. من هذا البارالوغرام معنى ذلك إنه PT يوازي BC. هذا مع ولا، وهذا بما انه بي تي يوازي بي سي معناها بي كيو توازي بي سي. هذا الجزء الاول من البرهان. ايضا الجزء الثاني، انا عندي انه طول بي تي نفس طول بي سي، لكن بي كيو طولها نص طول بي تي، اذا طول بي كيو تساوي نص طول بي سي وهو المطلوب. اوكي، وهذا ايضا كله مكتوب هون. فلاحظ هون حكينا PQ يساوي QT لما استنتجت مديناهم، then ATCP is a parallelogram because the diagonal bisect each other. استفدنا من نظرية سابقة. This means that TC is parallel to and congruent to AP.
طبعا قطعتين congruent اذا كان لهم نفس الطول. Since P is the midpoint of AB, it follows that TC is parallel to and the congruent to PP. يعني هذا يوازي ويساوي بالطول لهذه القطعة حسب نظرية أخرى في المتوازي الأضلاع. إذا الشكل TCBP is also a parallelogram. From this we can conclude that PT is parallel to and congruent to BC. معنى ذلك أنه PQ is parallel to BC and half the length of BC. هاي النظرية the midline theorem رح نحتاجها كمان شوي. أيضا في lemma 2 let S be the set of straight lines in the plane. إذا كل القطعة المستقيمة في plane. وبنعرف إذا كانوا القطعة المستقيمة في plane ممكن يكونوا parallel وممكن يكونوا intersect. وإذا parallel يعني يكونوا مثل بعضهم أو ما في عندي نقطة التقاء. Then the relation اللي هي parallel is an equivalence relation on S. Equivalence relation من مفهوم set theory نعرف إنه معناها reflexive, symmetric, and transitive. طبعاً كل line is parallel to itself من التعريف. لذلك هاي صفة reflexive. إذا كان line is parallel to another line, then معناته إذا كانوا متطابقين ففي شيء إذا الثاني نفس الأول فهم parallel. إذا كانوا مش نفس بعضهم وparallel فمعناته ما فيش نقطة اشتراك بين الأول وبين الثاني. إذا ما فيش نقطة اشتراك بين الثاني وبين الأول إذا صارت العلاقة سيمتري. والصفة الثالثة اللي هي transitive. Transitive هون راح تستخدموا فيها axiom 5. فهذا نعتبره أيضا homework بسيط لإلك تبرهن من خلالها إنه هذا الست مع هذه علاقة is an equivalence relation. أصعب شيء إنك تبرهن اللي هي transitive. والtransitive بحكي لك انه راح تستفيد من اكسون 5 اذا في عندي قطعه مستقيمه وفي عندي نقطه خارجه في عندي يونيك لاين بقدر ارسمه بالنقطه يوازي القطعه الثالثه هذه ممكن تستخدمها في البرهان. فهذا هوم ورك واتمنى انه يكون بسيط للي بيسمع الفيديو. لما ثلاثه any two medians of a triangle trisect each other at their point of intersection. اذا هذا الشكل. إذا any two medians لنفترض عندي BE هو median. نذكر الميديان من رأس B لمنتصف الضلع المقابل ومن رأس C لمنتصف الضلع المقابل AB. فCF median وBE median. نظرية شو بتحكي؟ إنه BE والCF راح يلتقوا في نقطة تثلث الميديانز. تثلث الميديانز اللي هم two and intersect each other at their point of intersection. فاللاحظ ونقطة التثليث لحظة ما نكون ثلث يعني في نقطة هذه عند الجي راح تكون اي اف جي ثلث المسافة بين اف سي وايضا اي جي ثلث المسافة من اي بي. اذا نقطة الالتقاء هي راح تكون النقطة الابعد من الرؤوس النقطة الابعد عن الرؤوس. اذا مش فقط الثلث ونقطة التثليث راح تكون النقطة الابعد عن الرؤوس. لذلك لو كان هذه BE 3 سنتيمتر فراح تكون EG 1 سنتيمتر وهكذا. هذه الصفة الرئيسية في الميديانز. البرهان قبل شوي الميدلاين ثيرم تحكي let the median BE and GF intersect at G as shown in the figure. إذا ال BE وال GF وال FC CF التقوا على النقطة سميتها إيش؟ G. بعد ذلك draw FE. حسب النظريه قبل شوي بنعرف انه اف اي يوازي بي سي وطول اف اي تساوي نص طول بي سي. By the midline theorem اف اي is parallel to بي سي and اف اي تساوي half بي سي. الان اتعامل مع المثلث اللي هو اسمه جي بي سي واعتبر بي الميد بوينت لجي بي والكيو الميد بوينت لجي سي. مرة ثانية متلاين ثيرم شو بتحكي؟ إنه PQ يوازي BC وطول PQ تساوي نص طول BC. فصار عندي FE يوازي BC وPQ يوازي BC وحكينا الليمة تو إنها إكويفالنس ريليشن. إذا نستنتج إنه FE يوازي PQ بما إنه طول FE نص BC وطول PQ نص BC فصار عندي طول FE تساوي طول PQ.
ماذا يعني؟ إنه FE يوازي PQ. FE and PQ are parallel. FE and PQ are equals in length. نرجع الآن بالنظرية الباراليجرام. إذا في عندي متوازي أضلاع وفي ضلعين متقابلين متساويين ومتوازيين، سوري، إذا في عندي شكل رباعي وفي ضلعين متقابلين ومتوازيين ومتساويين، إذا هذا الشكل راح يكون متوازي الأضلاع. هذا يعني إنه EFPQ is a parallelogram. EFPQ is a parallelogram. مرة ثانية، إحنا بنعرف إن الدياجنز بالEFPQ بنصب كل منهم الآخر، فصار عندي ما يلي إنه FG تساوي GQ وEG تساوي GP، وأنا بعرف إنه Q هي متبوينت لGC، إذا GQ تساوي QC وGP تساوي PB. إذا فعليا اللي صار عندي إنه EG تساوي ثلث EB وFG تساوي ثلث FC وهو المطلوب. أوكي، وهذا المكتوب هون اللي شرحته. فهون let P be the midpoint of GP and let Q be the midpoint of GC. Then again by the midline theorem, PQ is parallel to BC. PQ parallel to BC and BC and half its length. ونطول PQ تساوي نص BC. لأن equivalence relation حكينا عنها، هذا معناه إنه FE يوازي PQ وparallel يوازي، وبنفس الوقت متساويات بالطول لأنه FE نص BC وPQ تساوي نص BC. هون نستخدم أيضا شكل رباعي في ضلعين متقابلين متزاوزين ومتساويين. إذا EFPQ is a parallelogram, so the diagonal bisect each other in EFPQ. فهذا بنستنتج منه إن FG تساوي GQ اللي هي تساوي QC، وعندي EG تساوي GP وتساوي PB. أوكي، هذا الشيء الرئيسي راح نبرهنه الآن. طبعا قبل البرهان الرئيسي في عندي ملاحظة هون وكنت حكيها، there are two different points that trisect a given line segment. يعني هون في عندي نقطة P نقطة G هي بتثلث القطعة المستقيمة، لكن نقطة الالتقاء هي النقطة الأبعد عن الرؤوس، وهذا المكتوب هون there are two different points that trisect a given line segment. The point of intersection of the two medians is the trisection point of each that is farthest from the vertex. يعني بتكون الأبعد عن الرأس، هي النقطة الأبعد على الرأس. أوكي، وهذا موضح بهذا الشكل. فالنقطة G بتثلث وبتكون الأبعد على الرأس، الP بتثلث لكن الأقرب إلى الرأس. أوكي، لأن النظرية الرئيسية إذا في عندي لأنهم ميديانز بيلتقوا في نقطة واحدة فقط، الميديانز بيلتقوا في نقطة واحدة. المرة الماضية بنعرف الالتيتيود بيلتقوا في نقطة واحدة، الرايت بايسكتورز بيلتقوا في نقطة واحدة، الانجل بايسكتورز بيلتقوا في نقطة واحدة، وهنا بنحكي عن الميديانز بيلتقوا في نقطة واحدة. بصيغة أخرى إنه البي اي والسي اف لما يلتقوا الجي، لو وصلنا الميديان من الرأس الثالث إنه راح يمر بنقطة اللي تلاقي اللي طلعت معنا بالأول اللي سميتها جي. Theorem: the medians of a triangle are concurrent. I meet at a point. Let the median AB, AD, BE, and CF. سمينا الميديانز AD, BE, and CF. Then BE and CF meet at a point. سميناها G. BE and CF سميناها G. إذا أثبتت الآن إنه AD بتمر في G، خلاص بيكون برهنا النظري. الآن من اللمة الثلاثة بتحكي إنه EG على EB تساوي ثلث، EG على EB تساوي ثلث، يعني G بتثلث القطعة المستقيمة EB. الآن لنفترض إنه الميديان BE وAD بيلتقوا في نقطة نسميها G prime، مت G، بس راح نثبت إنه G نفسها G prime. G prime ايضا من اليمنى ثلاث بتقول مره اخرى انه اي جي برايم على اي بي تساوي ثلث. اذا لاحظ اول مره الميدنس عملت مع بي اي ان سي اف، مره ثانيه تعاملت مع اي دي ان بي اي، طلع عندي اي جي برايم على اي بي تساوي ثلث.
لاحظ الآن إنه G وG برايم يقعوا على القطعة المستقيمة AB، وفي نقطة واحدة فقط بالثلث اللي هي النقطة قلنا الأبعد عن B، أوكي؟ واللي هي EG برايم على AB تساوي ثلث. إذا شو بنستنتج؟ إنه G نفسها G برايم. إذا since both G and G prime are between B and E, we must have G تساوي G prime, which means that the three medians are concurrent. طبعاً remark ملاحظة المركز هذا تراقي الميديانز بنسميه centroid. The point of concurrency of the three medians is called the centroid. في صفة خاصة بالcentroid, the centroid always lies inside the triangle. وبالفيزياء هو أشبه بمركز الكتلة لأي مثلث، مركز الكتلة لأي مثلث، فالسنترويد دائما في داخل المثلث، مش مثلا زي المحاضرة الماضية الأورثو سنتر، الأورثو سنتر ممكن يكون خارج المثلث، لكن في حالة السنترويد دائما المركز يكون في داخل المثلث. النظرية الأخيرة هي الجزء أو partial converse من midline theorem. For a triangle ABC, let P be the midpoint of AB and Q be a point in AC, مش midpoint, Q, more point عادي, such that PQ يوازي BC, then Q is the midpoint of AC. نشرحها بالرسم. إذا عندي لاحظ P هي midpoint لAB، عندي نقطة على AC اسمها Q، لكن الصفة المميزة في Q إنه PQ يوازي BC. PQ يوازي BC. النظرية شو بتحكي لي؟ بتحكي إنه Q راح تكون الميد بوينت لمين؟ لAC. البرهان لنفترض إنه Q مش ميد بوينت، فخلي الميد بوينت اسمه Q برايم. Let Q برايم be the ميد بوينت of AC. الآن طبق الميد لاين ثيرم. شو سميناها النظرية؟ عيدها اللي هي أول ذا ميد لاين ثيرم. نعم. ذا ميد لاين ثيرم. الميد لاين ثيرم بتحكي إنه PQ برايم يوازي BC. طبعاً وفي طول PQ تساوي نصف BC بس ما بيهمني. PQ برايم يوازي BC. من المعطى إنه PQ يوازي BC. لكن نرجع الآن للأكسيوم 5. شو بتحكي؟ إنه من P في عندي خط وحيد يوازي BC. هذا يعني انه PQ نفسه PQ برايم، لانه Q Q برايم مأخذون على قطعة AC، فالـ PQ نفسه PQ برايم. PQ نفسه PQ برايم معناها، والQ والQ برايم موجودين على AC، معناها انه Q يساوي Q برايم RC. فهذا معناه انه بما انه Q برايم هي ميد بوينت للـ AC، اذا Q هي ميد بوينت للـ AC. هذا ما لدينا هذا اليوم. يعطيكم العافية. لقاء آخر وموضوع آخر في المرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.